صدقتني ورجعتني وقلتني وحشتني. في كل يوم وفصل بينكم وبين تونس همزة وصل. الألوان وتحتفل أو حفلة الألوان هو عنوان يترجم معرض الرسام عمار المقيم بباريس برواق يحيى بتونس العاصمة من 16 إلى 31 ماي من هذه السنة. عمار عصامي ورسام بالفطرة بعيون الطفل المبهورة بألوان الورود والسماء. بألوانه المائية الزاهية يشع الفرحة والإقبال على الحياة ببهجة يوزعها على لوحاته. ألوان راقصة في حركات متناغمة، فكان عصفا لموسيقى حالمة بالألوان. لوحات عمار هي عالمه ودعوة للصداقة مع الآخر. أثر اللوحات النفسي وفطريتها كانت زاد الرسام في رحلاته عبر العالم، فكانت لوحاته رذاذا من عطر ورود الربيع. هالأيامات أنا نعمل في استراحة في الوطن، لأني ديما نحب نرجع لتونس ونعمل معارض باش الجمهور التونسي يشوف التطورات اللي حصلت في الفنون التشكيلية اللي نعملها أنا، وهذا داخل في نطاق الدورة حول العالم اللي بديتها في اليمن في شهر ديسمبر 2005،